النهارده السيده الفاضله جيهان السادات تبرعت لصندوق تحيا مصر بالفرع الرئيسي البنك الاهلي المصري، ويعني في لفته كريمه ومعاها انها دعت كافه المصريين للمساهمه في تنميه البلاد وكمان المشاركه بفاعليه خلال التصويت في الانتخابات الرئاسيه القادمه. ويسعدنا ان تكون معنا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا، ازيك يا استاذ معتز؟ مدام جيهان. ايوه. الو. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. من اهلا يا لبنى. اهلا بيك يا فندم. اهلا. سعداء بوجودك معانا على الهوا، وسعداء بالخطوه بتاعت حضرتك النهارده، ومش غريب عليك يا فندم طبعا. شكرا. الوطنيه شكرا. والشعور العام بالمسؤوليه. بس قول لنا برضو ايه الرساله، ويعني ممكن نقول ايه لكل المواطنين اللي احنا حابين وعايزين يكونوا موجودين ويشاركوا في بنى البلد؟ الحقيقة أنا بقول يعني إحنا في وقت دلوقتي ولادنا بتستشهد في سيناء، سواء جيش وشرطة، ويعني بيروا دمهم بسيناء، وإحنا في الجبهة الداخلية آمنين ومطمئنين. فيعني أبسط شيء نرده ليهم إن إحنا نتبرع علشان خاطر تنمية سيناء، عشان تبقى مدينة مسكونة ما يجيش فيها الإرهاب تاني. فيعني نفسي كل واحد يحس، ونفسي كل طالب في المدارس الخاصة، مش هقول المدارس الحكومية، المدارس الخاصة اللي بتدفع مصاريف جامدة، إن شاء الله يدفع جنيه كل شهر. إن شاء الله اللي يقدر يدفع 10 يدفع، اللي يدفع جنيه يدفع، لا يحسوا بالانتماء لبلدهم في الوقت اللي احنا بنبني مصر بنبنيها. فلازم كلنا نشارك فيها، شباب ورجال ونساء وكبار وصغار، يعني الكل لازم يحس ان احنا في مرحلة مش عادية، يعني لازم كلنا نحس باللي بيحصل الحقيقة. صحيح، شيء مهم ومطلوب. بالضبط. لكن حضرتك حاسة انه في اقبال، الناس شعر بهذا الشعور؟ والحقيقه كمان انه لما بنتكلم مع المسؤولين عن صندوق تحيا مصر بنحس يا فندم انه اكتر الناس اللي بتشارك وبتتبرع هم اللي على قدهم، لو جاز أيوه. لو جاز التعبير، يعني بيبقى بيتبرعوا باقل القليل. يعني يمكن في سيده فاضله اسمها سيدات تبرعت وقالت حتى الفلوس اللي كنت محوشاها علشان اعمل بيها عمره البلد واولى بيها في الوقت ده. صحيح صحيح صحيح. ما هو ده اللي مزعلني الحقيقة، يعني الناس القادرة اللي عندها. ولو أن عايز أقول حاجة، يعني النهاردة كان في من اللي تبرعوا اللي كانوا معايا شيك بثلاثة مليون، وفي واحدة تانية ادت شيك بمليون. فيعني في كان في إجابة برضو، لكن عايزة نفسي أكتر، نفسي كل رجل أعمال مقتدر يمسك مثلا قرية حتى يعمل فيها حاجة، يجددها، يعمل فيها مرافق، يعمل فيها يعني تجديد للقرية كاملة. يعني نفسي يبقى في حاجة كده تتعمل. وبعدين سينا بالذات، سينا بالذات لازم نقف كلنا نساهم في بنائها وتنميتها، لازم. صحيح. على كل الأحوال احنا بنشكرك شكرا جزيلا، سعداء بيك يا فندم، ويعني الحب والمشاعر موصولة مع حضرتك بكل تأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك.